السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وحبايب قلبي. هنعمل النهاردة مع بعض الليمون المخلل. الليمون المخلل ده بالنسبة لناس كتير عشق السنين. فيعني النهاردة هنشوف تفاصيلنا مع بعض. انا طبعا جبت الليمون بتاعي اهو وغسلته ونظفته، ويلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله الفيديو بتاعنا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. معايا حلة فيها مية بتغلي على النار، هنزل كده بالليمون بتاعي، كمية الليمون بتاعي اهو، وهسلقه. انا مش عايزة انزله مرة واحدة عشان المية ما تطرطش، فهبنزله حبة حبة. هديله سلقة الاول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نزلت الكميه بتاعتي اللي انا عايزاها. اهو يا حبايبي معايا الليمون بتاعي اتسلق. انا مش حابه ان انا ادوس عليه. لو انت حابه ان هو يستوي معاكي بسرعه دوسي عليه شويه في السوى، لكن انا مش حابه ادوس عليه اكتر من كده. تمام اهو هطلعه معايا على ميه بارده. هطلعه كده على ميه بارده اهو. طلع كميه الليمون كلها بتاعتي بالشكل دوت. شوف اهو الليمونه عامله ازاي اهي، يعني كده السوا بتاعها حلو قوي. في ليمون معايا فتح اهو، انا مش حابه ان انا ادوس عليه اكتر من كده عشان ما يتهريش مني. كده قوي السوا بتاعه كده مناسب، يعني ما خدش 10 دقايق في الميه المغليه ما كملش. اهي يا حبايبي طلعت كل كميه الليمون بتاعتي على ميه بارده، والميه بتاعه السلق دي انا مش هستغنى عنها، انا بستعملها في الغسيل الابيض، بحطها في الغساله بتطلع لي الغسيل جميل جدا جدا مع المساحيق بتاعتي. وانا حابه اوريه لكم اهو، طلعته طبعا كله اهو الكميه كلها على ميه ساقعه اهو، عايزه ابرده خالص، مش هتعامل معاه الا لما يبرد خالص. هغير عليه الميه مرتين وثلاثه واربعه لحد ما الليمون يبقى معايا بارد خالص خالص. ومعانا هنا يا حبايبي انا عملت ايه، ابردت على الليمون اكتر من مره لحد ما برد خالص خالص. طبعا السوا بتاعه ده كده عاجبني، انا مش عايزه الليمون يستوي لحد ما يطرشق خالص، لا السوا ده كده جميل قوي. ومعانا هنعمل ايه، معانا كده اهو حوالي لتر ميه. اللتر ميه ده هنحط عليه 3 معالق من اللي احنا بناكل منها بيها الرز، 3 معالق اهو، 3 معالق كده من الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 2 هرمية كده، 3. وهعمل ايه، هقلب المية دي اللتر بتاعي ده معاه 3 معالق الملح، هقلبهم. انا عايزة الحياء بتاعه ما يبقاش عالي قوي، يبقى حادق سنة مش اكتر من كده. يبقى هتدقيه، هتقلبيه وهتدقيه، يبقى حادق سنة مش اكتر من كده، عشان لما تطلعي الليمون بتاعك من قلب البطرمان ما تضطريش ان انت تغسليه، لا تاكليه كده بحاجته بكل مكوناته اللي هنحطها معاه، يبقى جميل جدا وطعمه ملح تمليح طبيعي جميل، ما يبقاش الحدق بتاعه عالي قوي. تمام انا هقلب دلوقتي عشان الصوت، هقلب وبعدين ارجع معاكم نكمل. ومعانا يا حبايبي انا قلبت الميه بتاعتي وقلبت الملح فيها، ممتازه جدا جدا، هما 3 معالق حلوين قوي، مش عايزه اكتر من كده. انا دقته طبعا حادق سنه، مش عايزاه اكتر من كده. وهعمل ايه، معايا كمان الليمون بتاعي اهو، ومعايا يا حبايبي معايا كرفس ومعايا جزر. كرفسي ده يعني جميل جدا في كل المخللات، ومعايا جزر مبشور. هعمل ايه، هنزلهم معايا كده اهو، هقلبهم مع بعض كده في الليمون اهو. الكرفس ده بيدي ريحة جميلة جدا جدا في كل المخللات، انا بحبه جدا 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 اهو. وهاجي هنا كده وهقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهعبي البطرمان بتاعي بالشكل ده اهو. كله كده هينزل مع بعضه في قلب البطرمان.
ومعانا يا حبايب قلبي وانا بعبي البطرمان كده قبل ما اكمله، معايا حوالي حوالي عصير 15 ليمونه، 10 15 ليمونه بالشكل ده هنا كده، هروح منزلاهم اهو. وكمان معايا الهريسه، هريسه الشطه اللي احنا عملناها مع بعض، هحط لكم الرابط بتاعها اسفل الفيديو، شايفين جمالها، بتقعد عندي من السنه للسنه. انا طبعا هاخد الهريسه اللي انا عملتها النوع اللي هو خالي من الثوم، انا ما بحبش الثوم في الليمون او في المخللات، في بعض المخللات ماشي بيبقى حلو فيها الثوم وبعض المخللات لا، فانا هاخد من اللي هي فيها ما فيهاش ثوم. وهبتدي انزل هنا كده اهو معايا في الليمون بالشكل ده، بسم الله الرحمن الرحيم، معايا كده. وهرجع اكمل البطرمان بتاعي، ومعايا كم قرن من الفلفل كده هفتحهم من هنا من تحت. طبعا انا لقيت البطرمان اللي انا كنت بحط فيه صغير على كمية الليمون اللي كانت معايا اهو، فيه هكمل، حطيته في بطرمان اكبر منه، وهكمل البطرمان كده بحبة من قرون الفلفل بالشكل ده، اكمل بيهم البطرمان وكمان ادي شكل جمالي اهو. ولو حابة تحطي قشر الليمون بالشكل ده، انا هحط كمان قشر الليمون معاهم عشان لو حاجة باظت مني يبقى اللي يبوظ اللي هو الليمون اللي انا مش محتاجاه. وهعمل ايه، هنزل كده بسم الله الرحمن الرحيم. المية دي طبعا انا كنت مسخناها وسبتها تبرد اهي، انا كده لسه محتاجة حبة مية تاني معايا من الكاتل اهو، انا كنت مسخناها وسبتها تبرد شوية اهو، الحبة دول حلوين قوي، وهحط عليهم معلقة ممسوحة من الملح بالشكل ده، وهقلبهم كده وهكمل بيهم كده البطرمان بتاعي بالشكل ده اهو. وكمان هعمل ايه، هكمل البطرمان بتاعي. طبعا كده انا خلصت البطرمان، اول حاجة هعملها هعمل ايه، هسمي بالله كده وهعمل كده، هرج كل مكوناتي، هقفل الاول عليه بسم الله الرحمن الرحيم، هقفل عليه قفلة كويسة كده، هرج كل المكونات مع بعضها عشان الليمون يختلط بالمية والهريسة اللي احنا عاملينها بالشكل ده كده اهي، كله كده انا اتأكدت خلاص ان اختلط ببعضه بسم الله. هكمل يا جماعة الوش كده بالزيت، الزيت ده كده هو اللي هيحفظ لي الليمون بتاعي من اي حاجة تيجي فيه، او ان هو يطلع منه ريم ابيض، بس ان شاء الله مش هيطلع منه ريم ابيض. احنا طبعا عشان في الصيف غلينا المية وركناها على جنب لحد ما بردت، بردنا الليمون بتاعنا قبل ما نشتغل فيه، وكل حاجتي كده تمام. وهعمل ايه يا جماعة، اهو بكيس من بتاع الاولاد، بتاع السندوتشات اهو اللي بنستخدمه للاولاد ده في السندوتشات، وهطبقه بالشكل ده كده اهو، وهحطه هنا كده على الوش بالشكل ده، وهكتم عليه خالص اهو. وده كان يا حبايب قلبي طريقة الليمون المخلل معايا، اتمنى ان تكون عجبتكم طريقتي باذن الله، طريقة انا بستخدمها من سنين، والكرفس بيدي طعم هايل قوي 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 لاي مخللات، وبالهنا والشفا. واتمنى النهاردة الفيديو بتاعي لو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك في الشير سبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا يا حبايبي لايك وشير عشان نفيد الغير.